اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه الرائعه مع لحظات التتويج الاخوه الفايزين بدروع هذا المساء ضمن مشاهدينا الكرام السباق التمهيدي الاول للماراثون الوطني الخمسين في هذه الامسيه الرائعه بحضور سعاده عبد الله بن حمدان بن دلموت مدير مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث. نبدا بالفائزين من الجانيه الاجنبيه والذين تابعوا هذه السباقات ومن خلال فعالياتهم وتدريباتهم. المركز الاول حصلت على المركز الاول أليكس من جمهورية الصين الشعبية لتنتزع الناموس في موسمين متتاليين. في هذه اللحظة تستلم درع الفايز بالمركز الاول. ثانينا والناموس دراجون. يلا يا دراجون. على ظهر دراجون. بينما المركز الثاني كانت بولينا من ألمانيا. بولينا حلت المركز الثاني تستلم الدرع الفضي في هذه الأمسية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموت يكرم الفائزين. بينما التي حلت في المركز الثالث جيزينا من ألمانيا. مبروك أيضا على هذا الفوز والمشاركة الرسمية في ميدان المرموم. تدريبات مستمرة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بقيادة حمدان الرميثي المدرب المعتمد في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بينما نذهب للأخوة الشباب المواطنين لنسير مع أول الانطلاقات من مسافة الأربعة كيلومترات حيث كان لطام لعيسى بن محماس بن علي الحبابي الفائز بالدرع الأول. تهانينا والناموس. هذه لحظات التتويج بالفوز والانتصار. حماس كبير وانتصار مميز ومشاركة بالفعل متميزة في ميدان السباق في أرضية المرموم. بينما الفائز بالمركز الثاني كان سيف بن عويضة الكربي. مبروك والناموس. أيضا مشاركة فعالة وناموس مستحق للأخوة الفائزين ومشاركين بكل اعتماد وبكل قوة. أما الشوط المركز الثالث كان عيسى بن ناصر الغفلي حل بالمركز الثالث هنا مع هذا الشوط شوط الأربعة كيلومترات والفئة العمرية الصغيرة. تهانينا على الفوز والانتصار كبيرة بأعمالهم في مشاركاتهم في ميادين السباق الأخوة الشباب. بينما نذهب إلى شوط الجرانيس. شوط الجرانيس الأول يحيى بن علي الملعاي على ظهر الرماز. إذن المركز الثاني للتسليم سيف بن عويضة الكربي. لحظات تتويج وأفراح وتصوير مميزة بالفعل فرحة جميلة واحتفالية مميزة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. المركز الثالث عيسى بن ناصر الغفلي حل بالمركز الثالث وفاز بناموس مستحق ومشاركة مستقبلية أفضل بإذن الله تعالى. لحظات التصوير والتتويج والدروع التذكارية للفائزين والمشاركين. بينما نذهب إلى الشوط الختامي حيث ذهب الرماس ليحيى بن علي الملعاي لينتصر ويفوز بالمركز الأول. تهانينا والناموس. متعود دائما على المشاركات والإنجازات في الميادين وفي ميادين السباق. مبروك يحيى بن علي الملعاي على المشاركة الطيبة والجميلة والرائعة. بينما المركز الثاني كان سعيد بن علي بن غنيم الاكتبي هو حل في المركز الثاني استلم درع المركز الثاني وحقق الانتصار وتفوق تفوق جميل ومشاركة رائعة. أما المركز الثالث إذا مشاهدينا الكرام المركز الثالث كان لخالد بن علي العرياني هنا منتزعا كذلك المركز الثالث مشاركا بو أحمد في هذا الناموس ومحققا انتصار وتحدي مثير ورائع في هذه الأمسية الرائعة كان هنا من خلال انتصارات وتحديات. بينما مشاهدينا الكرام مركز حمدان بن محمد دائما سباق لكل الفعاليات ولكل الحاضرين وهنا مع تكريم كذلك أول بنات من بنات الوطن يشاركنا في هذا الموسم في على دول العالم يعني في الأول مرة مشاركة الأخت حكيمة بن حسن بن أحمد بن جاسم الغيث وتحقيقها المركز السادس. مبروك لها. وهنا سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموت يكرمها
بدروع تذكارية ومشاركة رائعة، وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون من الأوائل. كذلك الفائزة أو مشاركة خولة محمد شرف كرم البلوشي، أيضا درع تكريمي وشرفي لحضورها ومشاركتها وتكملتها السباق على وجه أكمل وجه، وتشجيع كذلك أبو حمدان عبد الله بن حمدان بن دلموج لفئة البنات ولفئة الشابات المواطنات الذي قدمنا الكثير، وها هي بنات الوطن الجامعيات في كل المحافل الدولية والداخلية نشاهدها ونتابعها، ومركز حمدان بن محمد يقوم دائما بكل الفعاليات الرسمية والأصيلة. إذا مشاهدينا الكرام، لحظات أصيلة، لحظات جميلة تجمع هذه السباقات وتجمع هذه اللقاءات. كنا معكم دائما وأبدا مشاهدينا الكرام، ومركز حمدان بن محمد ونادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وجهين لعملة واحدة وهي التنسيق المتابعة وتكريم دائما الفائزين بهذه الدروع والحضور المميز. شكرا لكم جميعا حاضرين متابعين متشوقين لمثل هذه السباقات التراثية الأصيلة في ميدان المرموم. دائما تبقى الأفضل والرقم واحد عشق الجميع وعشق دبي في كل المحافل وكل الاحتفالات. شكرا لكم جميعا، شكرا كذلك قناة دبي ريسينج على هذا النقل والمتابعة الشيقة، شكرا لكم أعزائي الحضور والمتابعين في هذا التمهيدي الأول الذي كانت فعالياته كما شاهدتم وتابعتم. نلتقي بكم إن شاء الله في أسابيع قادمة وسباقات أخرى، وتهنئة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.